خطوات بسيطة ولكنها تصنع فارقاً كبيراً. حقيبة صغيرة بمحتواها الثمين يحملها معه كبير السن في كل زيارة للفريق الطبي. يقوم الصيدلاني بدوره بالتدقيق الدوائي لضمان الاستخدام الأمثل والآمن للدواء. الدور هذا بدأت إدارة خدمات كبار السن باختيارها مجموعة من نخبة الصيادلة وتدريبهم وتلقي التعليمات المناسبة لهم وتوجيهات بالتعاون مع الأطباء المختصين في ذلك في وزارة الصحة، وبعد ذلك نزلنا للميدان ومع إدارة رعاية كبار السن بإشرافهم. والآن هذه أول باكورة في هذا التدريب، أن إحنا بدأنا نوجه كبار السن ونوضح لهم ما هو دور الصيدلي في هذا الأمر. عندما يتم التدقيق الدوائي يمكن الصيدلاني من الوصول إلى جوانب عديدة كتاريخ المريض الدوائي وتحديد مدى الانتظام في تناول الأدوية والتحقق من استمرارية تلقي العلاج بالأوقات والجرعات المحددة. نساعد في شرح فائدة الدواء، مدى الحاجة له، هل لازم يستمر عليه أو لا، هل في تباعد جرعات معين لازم ينتبه له، ما هي أقصى جرعة ممكن هو ياخذها من هذا الدواء وما يتعداها، إذا في تفاعلات دوائية مع الطعام أو مع أدوية أخرى. التدقيق الدوائي لكبار السن يحميهم من مخاطر لا تحصى، فهو يقلل من خطر السكتات الدماغية والسقوط والكسور وأمراض القلب والشرايين والمشاكل العصبية وغيرها من الأمراض. ينصح فيها إذا صار فيه تغيير على الحالة الصحية أو صار فيه أي تغيير على الحالة الدوائية، يعني لو نضاف علاج، لو قللوا علاج، ينصح إن إحنا نسوي تدقيق دوائي مرة ثانية. ليش نسوي تدقيق دوائي؟ لأنه يمنع الكثير من الآثار الجانبية للأدوية أو التعارضات الدوائية اللي هي هم تحمي المريض من المشاكل الدوائية مثل السقوط أو الهذيان أو الإمساك مثلا. حملة الحقيبة الخضراء للتدقيق الدوائي لكبار السن ليست مجرد حملة عابرة، بل تزرع بذور الوعي بالاستخدام الآمن للأدوية وبالتالي الاستثمار في صحة وسلامة كبار السن. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.